في إطار محاربة جرائم ترويج المخدرات عبر قطاع اختصاص قوات الشرطة القضائية بفرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين وبتقنيات خاصة وتحت إشراف مباشر للسيد رئيس أمن الولاية، تمكنت من وضع حد نشاط إجرامي لشبكة دولية مختصة بتهريب المخدرات داخل الوطن وخارجه، وحجز كمية تقدر ب 26.80 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما أن عملية التفتيش المستودع مكنت من ضبط كمية ثانية قدرت ب 130 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام لتبلغ الكمية الإجمالية المحجوزة 156.80 كيلوغرام من الكيف المعالج. مواصلة الأبحاث في القضية مكنت من توقيف باقي أفراد الشبكة والبالغ عددهم 6 أشخاص من بينهم امرأة على مستوى ولايتي وهران ومستغانم.